ليه في اخر جزء من حصتنا اليوم اكيد نحكيه هون على هامش مشاركة المنتخب التونسي في بطولة العالم مصر 2021، ويحضر معنا اللاعب الدولي السابق والمدرب الحالي لنادي الجزيرة الاماراتي وليد بن عمرو. وليد اهلا بيك. اهلا بيك اسلام، شحوالك؟ صفا، شنو الامور اخوي؟ الحمد لله يا اخوي، الحمد لله. اول سؤال وليد، على ايش غايب على المشهد الرياضي في تونس؟ بعيد شوية ولا؟ والله انا بعيد اسلام، ويجعله العبد يسلم من الناس، انت تعرف. اي كيفاش؟ دايما فما، ما عرفش، فما ناس دايما انا بعيد عليهم، عارف مخليتهالي وبعد. ورغم ذلك ديما فما شكون يجبد وليد، ديما يا اخي ما عرفش علاش. اون فان كونت كل شيء يوفى، ما تبقى كان العلاقات الباهيه، وهذه رياضه، وخاصه رياضه كره اليد، احنا كلنا احباب واصحاب مهما يكون يعني. بالي واخو في خاطرك شويه، شكون اللي جبدك وليد؟ لا لا شويه تسمع حكايه فارغه، برشا مش شويه، 15 سنه الحين توا، معناتها 15 سنه والناس باقي وليد 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 وليد. اون فان كونت يعني العبد الوقتات مش يصبر، كي دوماج. باش نعمل لهم يعني ديما نسكت 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 يعني ياسر. فشنو تقصد بالضبط؟ فهمني وليد. انت فاهم اسلام، يعني من 2005 والناس تلكلك في يعني معناتها سوري في الكلمه، في لوبانا اسمه وليد بعمر، يلكلكوا يلكلكوا خاطر يعرفوني ما نجاوبش. ما نجاوبش. هو الناس تعرف شكون وليد بعمر ويعرفوا. الباقيين اللي يتكلموا يعرفوهم هما شنو يعني بالضبط. هو وليد تمنيت تكون بحذانا انت من بكري، حتى حابين الناس تقول لقاء باش تكون في تونس. الحكايه هذه اللي جبتها انت نتاع 2005 لليوم ماهيش واضحه وليد. انا نوضحها لك ان شاء الله، نجي ونوضحها لك. وان شاء الله اول ما نهبط نجيك ديريكت نوضحها لك. ماشي مش مش نتاع تليفون. اسلام خويا، الناس راهو ماش يحشموا. يا قول الحق ولا ما تقول شيء. احسن، انا جي بريفير هذا، يا قول الحق صار بالضبط. الناس شو يهمها؟ تا الحكايه تو عندها 15 سنه. اي 15 سنه والناس تلكلك على وليد بعمر، ولا عمري جبت حد، ولا عمري تكلمت على حد، ديما نتمنى لهم الخير، والناس لتوا وانا بعيد وهم يلكلكوا. هذا علاش العبد يهز في خاطره يعني، مش على حاجه اخرى. اسم اللاعب، انت ممكن تعرفنيش بكداه، اما سال عليا الناس يحكيوا لك شكون وليد. ما هو اسم اللاعب وقيمه اللاعب واللي عملته انت قبل في الهوند وليد، واول لاعب ظهير تونسي لعب في برشلونه وقت اللي كانت برشلونه فيل، هذا خلي الناس الكل تتساءل وقتها علاش وليد غايب على تظاهره بقيمه مونديال في تونس 2005 وقتها. انت تعرف اللي احنا في تونس مالوريزمون اي حد ينجح دائما نحب لا نحطمه. باش نعطيه التونسي يشد ليكيب ناسيونال، نبداو نحارب ونحارب ونحارب باش يشدها تونسي، ونبداو في داخلنا نتمناو يخسر فيزا خلينا نفتقوا من بعضه. هاي المشكله اللي تصير، مش يشوفوا مثلا فرنسا الدنمارك خاسرين، جاكوبسون مازال هو، فرنسا يخسروا خلاوه دينار، احنا اول خساره تونسي نحاربوا عليه نحاربوا عليه نحاربوا عليه، اول ما يخسر نفتقوا من بعضه. وشكون نفتقوا من بعضه؟ التونسي. علاش؟ باهي وليد باش تجاوبني ولا خلي حتى تجي؟ قول لي انت شو نجاوبك. على 2005 يعني شنو صار؟ 2005؟ اي ان كومبلو محضر مريقل اللي هو محضروه، رغم انا اشوف وقت جيت 2005 اسلام اي وعندي اوراق، انا كنت عامل عمليه على كتفي. اي الناس قالوا علاش ما جاش يحضر معنا، يحضر معنا التحضيرات وما التحضيرات، انا عامل عمليه 6 مسامر على كتفي، وجاوني لين اسبانيا غادي، وقلت لهم انا ما نجيش خاطر عندي مانيش من نجم نلعب، لازم نكمل عندي علاج طبيعي، وفما ورقه هما عارفين قالوا لي لا يكمل علاج طبيعي مع المنتخب. نوصل من المطار انا، يهزوني ديريكت للحمامات. نوصل هنا غادي نلقى كومبلو، هاوش بعض الزوارات باش ما نقولش الحقيقه، الباقي يعرفوا شكون وليد وش عملت معاهم، وكلهم يعرفوا وليد شو عمل معاهم. اما نوصل غادي اسلام نلقى كومبلو كامل، لونترونور يقول لي لا يا يلعب الماتشات الكل 20 ماتش تقريب يا ما نحتاجوش. ايه هذا علاش ما قلتوش وانا في اسبانيا؟ علاش معناتها؟ يوصل غادي، نوصل غادي يقول لك لا والله ما يلزموش يكون قائد فريقنا خاطر هو ما حضرش معنا.
كيفاش انا باش نطلب حاجه؟ انا اصلا هاجس كوب دافريك ولاعب دي كوب دي موند وانا كابيتان، يعني باش نطلب قائد فريق وانا قائد فريق؟ اما انت كي تجي باش تقول مثلا وليد باش نحي لك قائد فريق، اي واحد يتساءل شنو هو الغلط اللي عامله وليد باش نحيوا له؟ صحيح ولا هو عقاب؟ فهمت سلام؟ يعني انت باش تعاقب واحد قائد فريقك، انت باش تعاقبه عمل غلطه كبيره عمل لك خلاص نحيا له. بيان سور. انت جايبني من غادي من كبانيا وانا وقتها مضروب وجايبش نكمل على جايبني باش تعمل لي فيلم هذا، يقول من الاول انا قلت لك خلاص ما تجي. وبعدين في شكون تقصد وليد؟ عاودت لي نفس الحكايه. في شكون؟ اسمي لي بالاسماء وليد، شكون تقصد فيه؟ شوف سلام. انت خويا باش نحكي لك، انا راهو بديت حياتي في سبورتين دو موكلين بلاد الرجال. وكملت تعلمت الرجوليه في اقوى من اقوى النوادي في العالم اللي هو النادي الافريقي. تعلمتها غادي، زدت كملت بديت تعلمت رجوليه في المكنين وكملت تعلمتها بكدا في النادي الافريقي. ما نسميش خاطر هذا مش يحبوا لبانا الا كلكوها باش يقعدوا يتكلموا. وانا سلام 15 سنه ما تكلمت كان عندك. خاطر شفتك راجل وباهي. وهذا علاش وما نحبش نتكلم راه. ومهما سبوني ومهما قالوا في الاخر في تونس الناس تعرف كلنا يعرفوا الراجل شكون ويعرفوا شكون طمعش وشكون استرزق. وليد ما كانوش يحبوك وقتها فما شويه غيره نقولوه. والله انا وقسما بالله اسلام وقسما بالله والناس تعرف اللي انا ما نكره حد. اسال فما جورات شوف عصام تاج هاكا اسالوا كل عصام تاج شو وليد بعمر اسالوا الناس. فهمت. المشكل مش هذا انا باهي اخي باش تجي تقول لي هكايا. انت كفيدراسيون جايبتني جايني لاسبانيا ومره ثانيه بعد كي رجعت المره الثانيه قلت لهم خلاص يا دي بطلت ما عادش نحب نلعب بعد 2005 هذه يجيو بالتهديد والله ما تجيش تقولوا مش وطنيين تيقولوا مش عارف شنو هذه نجي يعملوا لي دي كومبلو في 2009 وقتها غادي ونولي في المدار ونولي فيلم. اسلام خويا سامحني خاطر فديتك 15 سنه وانا ساكت فديت صحيح هذاك علاش صوتي شويه عالي. انت اخترت انت اخترت تبعد وليد والا ما اتصلش بيك والا غيبوها الحكايه ولا شنو هي بالضبط؟ يا ودي الحكايه شوف يعني انا ما نجاوبش كلام انت عمرك تريدني تكلمت؟ مستحيل حتى في بلاصه ما تكلمت انت من اللي بعدت على الكوره بعدت على تونس جمله ظهرلي. واللي يحكيو اللي يحكيو يقول وليد خذا فلوس. اسلام انا كي مشيت سيوداد ريال هذا الناس ما يقولوش الحقيقه قعدت 6 شهور في الفيدراسيون ما بعثوليش باش نلعب وخلاني ما نلعبش 6 شهور. والله يرحمه رفيق خواجه يعرف سيد الرجال هذاك الله يرحمه واللي جاء وقت رفيق خواجه انا نتذكر نعطيك تاريخ اللي جاء وقت لعب في الزهره لتو في الصيف وهو مد لي وحده خاطر الراجل قال لي شد 5 ملايين للصيف قال لي والله ما تاخذهم وانت ولدي وانت خويا يا ولدي قلت له لا قال لا خذهم وخذيت 5 ملايين. الناس اللي تو سنين هم يطمعشوا يتمر مئات الملايين ليه يتكلموا على وليد؟ عمري في حياتي لا كنت في الـ في الـ في, الـ في النادي الافريقي ولا في الفيدراسيون طلبت فلوس لا اكثر من غيري نطلب برك حقي كيفي كيف الناس. واضح باهي الناس يتكلموا خاطر يعرفوا وليد ما يجاوبش قلبك معبي وليد انا خويا من سنة السنة هذه باش تلبي الدعوة باش تكون بحضينا اول ما تكون في تونس. قول لهم اللبان هذه وليد انساوني انا ما نجاوبكمش انا خليتها لكم وبعت شو تحبوا اكثر؟ ما تخممش في العودة لتونس وليد. تكلم على وليد على وليد على وليد شنو هو الحكاية؟ ما تخممش في العودة لتونس وليد. يعني تونس بلادي ويعلم ربي احنا شنو نحسوا. لا تخدم معناها تخدم في تونس. ولا بوركو با علاش لا؟ اما حاجه وجاو جاو تكلموا جاو دي بروبوزيسيون جاو كيب ناسيونال على العين والراس ما عنديش مشكل. شو جاتك حاجه كيب ناسيونال؟ جات توا ولا قبل؟ خلينا نعرفوا. لا كل حاجة دي في وقتها. ما المفيد يا اخي احنا حاربنا على حاجه باش يكونوا توانسه اللي باش النقد يكون يا نقد بدون ما غير عاطفه ما غير اشياء ثانويه كره يد يا اخوي انقد كره يد مش لاسباب اخرى ولا مصالح اخرى انقد كره يد خويا عندك شيء
موضوع موضوع كبير، نستناك تكون بحذان وقت تكون في تونس. وليد خلينا نحكي يا شويه. خويا ميرسي بوكو، وسامحني على لا لا بالعكس بالعكس لا لا بالعكس شوي سامحني. خلينا نحكي شويه على المنتخب. وليد كيفاش شفت المنتخب في بطوله العالم؟ والله فما برشا حاجات ايجابيه برشا، منهم مثلا اهم شيء ايجابي للناس نسيته اللي المنتخب بيمرن فيه واحد تونسي صغير في السن. يعني كأول تجربة لي حاجة إيجابية، هذه عمرها ما صارت قبل. صحيح. الأغلاط تصير، والأغلاط احنا باش نتعلموا بالأغلاط. وفي أشياء أخرى إيجابية برشا، فما برشا جوهرات جدد طلعوا أنا ولا نعرفهم. أول مرة راهم، أول مرة راه الدرمول. ونقول لك درمول حاجة كبيرة باش يطلع. أما لازم يتعلم شوية لعب جماعي، هو قوي برشا 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 انديفيديالمون قوي. باش يكون من أحسن لي ديمي سونتر في العالم لازم يكتمل يولي أكثر جماعي. يلعب روحه أكثر، يلعب روحه أكثر. نقول توا المشكل توا السيستم دي جو ولا ماشيين بيه، هو لازم يتحمل المسؤولية وياخذ الروح أكثر. أما كي باش تلعب في ماتشات برشا تاخذ روحك وتتحمل المسؤولية برشا باش تغلط برشا. صحيح. لازم الناس الاخرين يلعبوا معك، عرفت؟ لازم يتوزع المجهود. فما حاجات ايجابيه، الجارديان اول مره راه ما شاء الله عليه. لليه اللي بلاس بوغاني، رغم اللي نقول لك بوغاني لازم يرجع للجيم ناسيونال. اي خاطر شوف انت المنتخبات الكبار ديما عندهم دوزيلي كوين في كل بلاصه. خاطر بوغاني موجوده بلاصته في الجيم ناسيونال. أما مع الطفل التومي خاطر ما شاء الله عليهم الزوز. أخطأ سامي سعيدي بعدم دعوته، وخاصة أنه على الأسباب أسباب فنية معناها. والله الاختيارات تعرف أنت ما تنجمش، معناتها أنا نجم عندي اختيارات أخرى، هو عنده اختيارات هذه. احنا لازم نتكلموا في هذا ونشوفوا في أغلاط وكي مش مشكلة لعب يغلط. المشكلة ما تبنيش على الأغلاط. عندنا ناس صغار وعندنا جوارات صغار. المجهود كانوا اكثر مثلا توزع على الناس على اللعيب اكثر، مثلا الجوارات كانوا لعبوا اكثر عدد ممكن من الجوارات لعب، هذا سيفري. الباقي كل اوكي. انا بالنسبه لي نشوف اللي فما غلطه صارت واحد كيما شويرف واسامه حسني، يعني هم حاليا من العروس نتاع الديفونس. الديفونس يتبنى عليه كره يد. أنا ما نظنش مهما صارت المشكلة مش وقته، كان مهما صارت من بعد نعاقبهم عادي. أما أنت راك على أبواب منتخبك، عاقبنا رواحنا. تقول أنت عاقبنا رواحنا وليد، كان نجموا يعاقبهم فلوس، ينحيلوا فلوس معناها. خاطر أنت حاليا شويرف هو رقم واحد في النص في الديفونس. صحيح. وهذا اللي عندك في الإفكتيف نتاعك. وسامة حسني ما شاء الله عليه، معناتها خبرة دفاع وهجوم. المشكلة اللي صار انا من ضمن سامي اكثر واحد تضر منها الحكايه. صحيح. الديفونس تعبنا برشا وديت البطوله هذه. الديفونس ما باينه بلاصتهم برشا، انا ما قلت لك كاين اللي باينه، خاطر انت ما غير الديفونس ما تنجمش تربح. اسلام الديفونس هي توا تشوف انت الديفونس اللي عنده ديفونس اقوى هو اللي نجم يلعب في الماتش، هو اللي نجم يربح ويتقدم. لذا نبنيو المنتخبنا ونحميو جوارات ونجيبوهم ونرجعوهم، لازم يرجعوا كل ونعاودوا التحضيرات لازم تكون صحيحه ويعطيهم وقت ومن بعد تحاسب. اسهل شيء تحاسب راه. اسهل شيء الناس تتكلم من بعيد، واللي يحاسب المنتخب علاش كي لعبوا مثلا في قطر وتعادلوا مع اسبانيا ولا واحد ريت يتكلم. يا ما ناقص اسبانيا وقتها ماهيش نفسها اللعبتين. لا اللي ناقصين هم احنا ناقصين شويرف وناقصين اي حتى سبينا اللي لعبوا في الفاينل فور كانت ناقصه وقتها ماهيش نفسها اللي كيف تلعب عليها. اي ما هما تعرف علاش عملوا، هما يحضروا فما برشا جوارات صغار تحضر فيهم تباني. شفت انت النواة نتاعهم كبار في العمر. صحيح. ما عادش باش تشوفهم هذا، ممكن اخر كوب دو موندو صحيح. انت الريوش ماكيدا هذا صحيح. بيران موروش يحضروا في جوارات اخرين. صحيح. احنا لازم كيك لازم، وخاصه توا اللي باش يتكلم يقول كلمه يبني بها. ما تشوفش وليد كلمه بوزيتيف. الانتقادات لسامي السعيدي كانت مبالغ فيها. مبالغ مبالغ مبالغ. انا شوف بحكم اللي 15 سنه تكلم شويه بارك، انا نقول لك الحق مبالغ. برشا يعني
حتى المدرب انت مش تحكم عليه 3 شهور، معناتها كان جاء اسباني ولا جاء فرنساوي مش لازم نحكم عليه 3 شهور؟ مستحيل. احنا عملنا با كبيره اسلام، وانتم الصحافه كنتوا مع البا هذه اللي هو يكون تونسي. والله يكون تونسي ما يهمنيش شكون اسمه في الاخر، احنا كناس نخدموا لبرا يشوفوا في كاس عالم يشوفوا لونترونور نتاع تونس تونسي، نتاع الجزائر فرنساوي، نتاع مصر اسباني، فما فارق يا اخي. با باهي لنا احنا كتوانسه ككل، يا الاهم النتيجه وليد كي تشوف انت قدامه يا اخي. فما اللي خذا فرصه، فما ان شاء الله ياخذ فرصه، وسامي ان شاء الله ياخذ فرصه بالقدا هذا. اما الاهم وليد النتيجه، معناها وين مشاو، مش انه يكون تونسي معناها. اما النتيجه خاطر شوف انت كي تمشي كاس عالم، كاس عالم يحب لها برشا خدمه وبرشا حكايات اخرى بخلاف، ولازم الجروب يكون حاضر وجروب سوليدير، مش قبل ما تمشي كاس عالم يتشق الجروب ونحيو منه من عناصر يعني عرس في الدفاع. ما نحكيلكش هجوم، انا نحكيلك دفاع. في ما تنجمش، الجروب لازم يكون جروب واحد من اللي التحضيرات لين اخر وقت. وكاس عالم بعد فما برشا حاجات اخرى كلام، برشا برشا فوست ماتش، انت في دقيقه تنجم تقلب ماتش كامل. وهذا بالوقت يجي ما تنجمش. الناس الكل قلنا الفريق هذا فريق المستقبل، شنو هو الحاجات اللي لازم يخدم عليهم سامي السعيدي للمستقبل باش نصلحوا في الايكيب هذه خاصة؟ والله اهم شيء يكون عندنا انت تكون ديفونس باينه، مثلا انت ما غير ديفونس ما عندك وين تمشي. هاك تشوف ساعات نقبلوا اهداف في ثواني. البرتغال توا اللي هي الناس تتكلم عليها السيربريز نتاع الكوب دو موند هذه والكوب دو روب اللي فاتت وكل، علاش؟ ديفونس، خدموا الديفونس تاعهم، خدموا الديفونس وخادمين، وزيد اللي عندهم ثقه في المدرب نتاعهم، عاطينه الوقت. اللي كان يخدم في تونس ها؟ والمدرب. ايه اللي كان يخدم في تونس. اللي من تونس احنا فتقناه خرجناه. ايوه. المشكل مش هذا، المشكل انت سامي السعيدي علاش حطيته؟ حطيته باش يخدم صح؟ صحيح. اعطيه وقت. وبعد احكم عليه. والناس اللي تتكلم على سامي يا ان شاء الله ربي يعطيكم فرصكم ونشوفوا. والاغلاط كل واحد يصير، كل واحد تغلط. اما اهدوا شويه، اهدوا شويه وخليوا الناس تخدم. وخلي ليكيب ناسيونال نشوفوها في حله اخرى ان شاء الله، ويدخل دم جديد ونشوفوا هون داخل، ولازم نبدلوا شويه العقليه نتاعنا. صحيح. خلينا نستغل الفرصه وليد نسالك على اخبارك انت في الامارات، شنو الامور غادي مع نادي الجزيره؟ والله الحمد لله اخوي، انا تعرف انت ظروف غير وبالكورونا غير، اما كل شيء الحمد لله يعني نتبع وبرك احنا في ليكيب ناسيونال ونشوفه في الاخبار. ساعات معناتها تتنرفز تشوف حاجات مش اوكي، يعني مش وقته. حتى انت اللي عندك حاجه مش وقتها تتكلم اوكي. يا اخي تكلموا في الربح، علاش تتكلموش كي يبداوا رابحين؟ كي يبداوا عاملين ماتش اوكي تكلموا، مش تو في الخساره. في الخساره سهل اي واحد يطلع يدري تيكي، اي واحد يقول يولي كي يفتي في كره اليد. لا والله كارو عمل لك وقارن عملنا هك وقارن وجاب هذا وكل، لا لا ما تفتيش. كرة اليد سهلة سنين واحنا فيها ونعرفوا شو، يا تعطيها وقت وتعطي تحذيرات صح اللازمة ومن بعد تجي الاختيارات، هذاك شيء ثاني. صحيح، يعطيك الصحة. وهذا رأيي أنا، بعد هذا رأيي أنا، هذا اجتهادي، هذا أنا وجهة نظري. أي محترم جدا، محترم جدا. شكرا لك وليد خويا، مازالت مفتوحة الدعوة، تكون في تونس تكون بحذينا إن شاء الله. سامحني شويه، كنت شويه متشنج. لا بالعكس بالعكس، شكرا لك وليد بن عمر، مدرب نادي الجزيره الاماراتي، اللاعب الدولي السابق، النجم التونسي السابق تقريبا، اول تونسي كان يحترف في وقتها في بطوله اسبانيا. الناس الكل تتفكر ابداعات وليد بن عمر في الملاعب التونسيه والبوليميك اللي خلفتها غيابه على مونديال تونس 2005 وقتها وصلنا نصف النهائي. لو كان جاي وليد بالحقيقه كنا نمشيو ابعد من هذاك برشا. شكرا منال السيسي في الاخراج، شكرا ادم المدب في الاخراج الرقمي، ايضا محمد سعيدي زميلنا معهد الصحافه كان موجود معنا اليوم في الحصه نتاعنا. اجمل تحيات اسلام.